الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على السلامة يا أبي. الله يسلمك. علين حدو شلون هيك ضعت بالصحراء يا أبي؟ دخلك القطة هي اللي دلتك على البيت؟ يا أبي أنا هلا تعبان، بدي ريح شوي وبعدين بحكي لك القصة. لا يهمك يا أبي لا يهمك، المهم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا أبي. نورت البيت يا أبي. لا لا شو هذا يا زوزية؟ شو هذا؟ قل لي تركتك يوم واحد بالصحراء، ارجع لاقي زلمة غريب معي وين على تختي؟ ماشي خليك انت وياه. لسا بدي اجيب جرة الغاز وحطها جوا وسكر الباب خلوني يخترقوا ويموتوا هي وياه. وين جرة الغاز؟ بالمطبخ. صحيح. شو صار معاه؟ اخذت طشط المي ونقعت له الرجلين ودهنت سفل الرجلين بكريم تشقق الرجلين، كان عاطيني اياه ديبو ومشي الحال. اعتذرت منهم؟ ايه اعتذرت منهم وقلت لهم انه هيك بس بدهم يرجعوا على بيتهم. خليهم يومين تانيات عنا. ما رضي، قلت له انا بدي ارجع بيته، رح اروح انا ارجعهم وارجع. ليكون قادر على خاطرهم منك. لا عرفوا انه القصه صدفه صارت، يعني مو قصدي، يعني شو بدي اعمل؟ ايه برضاي عليك، وانت راجع مروق على السوق، جيب لي شويه خضره وشويه لحمه مشان اعمل لكم شوربه خضار باللحمه. هلا ما معي مصاري، مشيها حواضر. ايه ما معك بتضلك بنتوفل وعارفك انك هيك، ما كنت اخذك، شو عم بدي بهالاخذه؟ اوه علينا، ليش انا وقت اخذتك ما قلت لك انه انت كل شيء بملكه بالدنيا؟ فكرتك عم تغزل فيي. غزل بعدي.